النهارده كان في جلسه مهمه جدا في المحور المجتمعي، وهي جلسه خاصه بالهويه الوطنيه، والمشاركين في الجلسه دي اكدوا ان الثقافه والهويه قضيه امن قومي، وشددوا كمان على ضروره استثمار واستغلال التعليم، الرياضه، الثقافه في تطوير الشخصيه المصريه. الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده جه خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، وطبعا هي عقدت بعنوان الهوية الوطنية. الموضوع ده كبير الحقيقة، يعني احنا مفروض نتكلم فيه في حلقات كتيرة، مش حلقة واحدة أو في مداخلة هاتفية واحدة، وخاصة أن الجلسة دي تعتبر فارقة مع مستقبل مصر القادم ومع الجيل اللي جاي، عشان يبقى فيه مفهوم حقيقي للهوية الوطنية. دكتور بسام الشماع، المؤرخ والمحاضر الدولي، معانا دلوقتي على التليفون. يا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بكم وأهلا بالنافذة. نقول لكم على اللي حصل النهاردة، الحقيقة في حالة إيجابية جدا جدا، يعني اجتمعنا كلنا مجموعة من المصريين، تحس ان كل واحد فيهم يعني يحمل هرم فوق اكتافه من الاقتراحات ومن الوطنيه، وكلهم زي ما حضرتك تفضلتي وزي ما حتى المنصه تفضلت، ممكن نختصرها في جمله واحده، وهي ان الهويه لها علاقه وطيده جدا بالتاريخ، بالحضاره، بالتعليم، بالثقافه، بالعوده الى ما أنجزوا الأجداد ونبدأ من حيث انتهوا، تثقيف العالم وتعليم الشباب. ودي الحقيقة الحتة اللي أنا ربما أكون تكلمت فيها، إحنا كل واحد فينا كان مصرح. طب دي نقطة مهمة جدا الحقيقة دكتور بسام، يعني الشباب والجيل اللي جاي ده المهم قوي في فكرة مفهوم الهوية الوطنية. عارفة حضرتك يعني بداية كلمتي كان كل واحد فينا مسموح له يتكلم 4 دقائق، ودي على فكرة في حد ذاتها إنجاز للهوية والشخصية المصرية، لأن أنت بيتحدد لك وقت، والوقت دوت أنت بتركز أن أنت تحط فيه المعلومات اللي أنت عايزها، اللي عايز تقولها. دي لوحديها برضو حاجة ممكن تضاف للشخصية المصرية، حتة الوقت، حتة إنجاز الوقت، حتة أهمية الوقت بالنسبة لنا. فأنا بعتقد أن دي يعني حاجة غير مباشرة، ربما تكون قد صدرت عبر الفرقة المنظمة لليوم النهاردة يعني. لكن الحقيقة أنا لما بدأت قلت كلنا يعني في الفترة اللي فاتت رصدنا الوطنية بصراحة يعني الواسعة وواسعة الأفق اللي على صفحات الإنترنت، وخصوصا في الشعب المصري عندما بدأ يدافع عن الملكة كليوباترا وسرقة التاريخ والأفروسنتك والحاجات اللي هي ظهرت فيه خلال الشهر اللي فات دي. قلت لهم لولا بس إن احنا كنا محتاجين شوية تنظيم. ده كان أول اقتراح ليا، هو ان احنا ننظم حماسه الوطنيه. ننظم حماسه الوطنيه، يعني نحن في 6 اكتوبر لو اخذناها كمثال، الوطنيه بتاعه الجيش المصري والجندي المصري والشعب المصري هو كان محتاج تنظيم، كان طول الوقت انت فيك الوطنيه دي. حاجه عجبتني جدا كلمه للدكتور سلماوي وهو كان على المنصه، الحقيقه عجبتني قوي فكره ان الوطنيه موجوده ولا تخترع، يعني انت مش هتحط وطنيه جوه واحد دلوقتي في 2023، لا، الوطنيه موجوده جوانا، ربما النسبه بتاعتها بتتغير بتغير بعض الظروف وبعض الضغوطات اللي بتحصل، لكن او محتاجه تكتشف، بس هي موجوده، لكن هي موجوده فينا كلنا. والدليل على كده ان عندما استشعر الشعب المصري، من وجهه نظر انا كراجل بتاع تاريخ يعني، عندما استشعر الشعب المصري ان تاريخه سوف يتم تزويره او يتم تشويهه او يتم يعني البعض يعني بالغ شويه وقال سرقته، لكن طبعا التواريخ لا تسرق يعني، لكن لما بدا يدافع، لا ده احنا شفنا دفاع ومن ناس مش متخصصه كمان، دفاع جامد جدا. كان محتاجين ان احنا بس ننظم الدفاع دوت ونبعد بنسبه بسيطه مع نسبه من اللي كانوا شويه دخلوا في حته العنصريه وكده، وده شيء سهل ان انت تظبطه. ده واحد. اثنين، اقترحت ايضا ماده للمدارس، واللي خلاني اقترح دوت ان وزاره التعليم الحقيقه يعني اسعدتني انا شخصيا واسعدت ناس كثيره جدا من حوالي 3 4 ايام عندما تم الاعلان عن وجود مبادئ
الكتابة المصرية القديمة المسمى بالكتابة الهيروغليفية، ودي هتبقى موجودة في مادة من المواد اللي هتبقى في المدارس. والحقيقة ده طلب أنا كنت بطلبه في الإعلام من أكتر من 20 سنة، وبالتالي اتشجعت إن أنا النهاردة في الحوار الوطني عندما أعطيت الكلمة اقترحت مادة تسمى مادة الحضارة. والمادة ديت مادة مش بتاعت نجاح وسقوط، علشان بس نفرق من حتة إن مادة التاريخ كرهت لسببين، كرهت وهربوا منها الطلبة علشان الأرقام الكتيرة والأسماء الكتيرة والتواريخ الكتيرة، وده المفروض إنه ما يبقاش هو ده الأسلوب اللي أنا أعلم بيه التاريخ. وتاني حاجة الطريقة ربما تكون القاسية شوية اللي تم تثقيف الطلبة بالتاريخ. التاريخ قصة، التاريخ حكاية، رواية لا يشوبها أي شائبة. الرواية لا تكتب التاريخ، لأن كان معنا النهاردة أيضا عدد من المخرجين وعدد من الممثلين أيضا في نفس القاعة اللي أنا كنت متواجد فيها، فكان هناك برضو فكرة إن إحنا فكرة دور السينما ودور السيناريو ودور الرواية وكذا. لكن برضو إحنا هناخد بالنا في الحتة دي برضو، لأن الاقتراح التاني بتاعي هو الرواية لا تكتب التاريخ، التاريخ يكتب الرواية. حقيقة نفهم يعني من كلام حضرتك يا دكتور بسام إن البداية بتكون من المدرسة، وكمان بشكل متوازي تبدأ من الأسرة كمان، يعني سواء كان دي تكون من مادة تكون اسمها مادة الحضارة أو حتى التاريخ نفسه، يعني مادة التاريخ أو الدراسات اللي بتدرس للأطفال من بداية الطفولة تكون بطريقة أو بأسلوب مختلف، ده هيفرق جدا معاهم في الاستيعاب وفي التقدير الوطني لبلدهم. دكتور بسام الشماع المؤرخ والمحاضر الدولي، طبعا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.